في بعض الأبحاث الطبية أكدت وجود علاقة قوية بين عدم تنظيف وغسل الأسنان وزيادة خطر الإصابة بالسرطان. ده هيخلينا دلوقتي في صباح الخير يا مصر نسأل ونستفسر، إيه علاقة عدم نظافة الأسنان وغسلها بالإصابة بالسرطان؟ موضوع مهم جدا بسنت، خصوصا أن بعض الأبحاث اللي اتعملت بتقول أنه وارد جدا الشخص اللي غير حريص على نظافة أسنانه يصاب فيما بعد بسرطان القولون. ايه مدى صحة الكلام ده علميا؟ وهل في امراض تانية ممكن يصاب بيها الشخص نتيجة الاهمال في تنظيف اسنانه؟ ده اللي هنعرفه مع ضيفنا اللي معانا على الهواء وعلى التليفون دلوقتي، دكتور محمود سعدون استشاري طب اسنان الاطفال. بنقول له صباح الخير يا دكتور وكل سنة وحضرتك طيب. صباح الفل. صباح الخير. صباح الخير استاذ محمد. صباح الخير استاذه بسنت، كل سنه وحضرتك طيبين ومصر كلها بخير يا رب دايما بخير. دكتور، حقيقي في علاقه ما بين عدم نظافه الاسنان والاهمال في تنظيفها بالاصابه بمرض السرطان؟ ممكن موضوع يوصل للاصابه بمرض السرطان لا قدر الله؟ والله هو اسباب العوامل الخطوره اللي بتؤدي الى سرطان منطقه الفم ومنطقه الوجه والفكين، يعني موضوع نظافه الاسنان ده جزء منها، انما في اسباب كتير وللاسف هي بقت انتشرت في مصر في الاونه الاخيره، وده موضوع يعني انا احييكم على اختياره ان احنا نتكلم فيه مبدئيا، انه الاورام الوجه والفكين موضوع صعب، سؤال شائع في اي كليه في اي مكان، ليه هذه المنطقه في جسمنا الاورام فيها اخطر من غيرها؟ يعني الاورام كلها خطيره وسيئه، بس ليه في منطقه الوجه والفكين خطورتها عاليه؟ لانه معدلات الوفاه فيها للاسف عاليه قوي، وحتى علاجها صعب وينتج عنه تشوهات بتاثر على حياه المريض ونفسيته، حتى اللي بيتعالج منها للاسف الحياه يعني اللايف ستايل بتاعه بعد كده ما بيبقاش كويس وبيتاثر نفسيا جدا بالقصه دي. فلذلك انصب بقى توصيات الجمعيه الامريكيه و WHO وكذا منظمه على الوقايه في الموضوع ده بشكل كبير يعني. فمن ضمن ال احد هذه العوامل هي نظافه الاسنان، بس دي هتبقى يعني ممكن في اواخر الاهتمامات. فيما يخص موضوع الاورام بالتحديد، هو حاجه مهمه جدا طبعا نظافه الفم والاسنان والاهتمام والفرشه والمتابعه وهكذا، ولكن خلينا نقول سريعا كده ايه هي الاسباب المشهوره وللاسف برضو بقت منتشره في مصر يعني. اتفضل. فهي اول حاجه التدخين. ليه التدخين ليه علاقه باورام منطقه الفم والوجه والفكين وكمان منطقه البلعوم والمريء والرئه؟ كل ده للأسف ليه علاقة مباشرة بالتدخين، لأنه التدخين بجميع أنواعه، وعشان برضو احنا كل شوية بنتكلم في القصة دي يقول طب أنا هغير لطريقة جديدة من طرق التدخين اللي ظهر، هي كلها في الآخر بالنسبة لنا واحدة، هي حرارة، هي غازات في مشبع أول وثاني أكسيد الكربون، فيها بقى نيكوتين بنسبة عالية أو قليلة، ده مش هو ده اللي هينقذ وهيخلي التدخين الجديد بالطرق الجديدة يبقى أقل خطأ. جديد عن ده أنه في الحاجات الجديدة للأسف بقى بينتج عنها حرارة عالية في بعض الأحيان. طيب غير التدخين إيه كمان يا دكتور؟ ده أول حاجة. تاني حاجة هي المشروبات الكحولية. تالت حاجة وبرضه محاولة الهروب من التدخين لطريقة أسوأ منه فينتج حاجة أخطر، وهي التوباكو تشيوينج أو الأقراص أو لزقات أو أكياس بتتحط في الفم كبديل للتدخين. يمكن ملاقة الحاجات دي للخد لفترات طويلة أخطر من التدخين التقليدي. هيجي بعد كده الحاجات اللي هي مش منتشرة قوي في ثقافتنا، هي السبايسي فود بطريقة عنيفة وبطريقة نفسيا تحسها غريبة، ان هو في بعض الثقافات بيخزنوا اعشاب وحاجات حارة مش موجودة في ثقافتنا دي قوي المشكلة دي. ويجي في اخر عامل بقى هو تسوس الاسنان. طب تسوس الاسنان ممكن يودي للاورام؟ ممكن. هيودي ازاي؟ لما في اخر سايكل بقى في الموضوع، لما التسوس يصل للعصب ويعمل خراج مزمن ويترك لفترات طويله، ده ممكن يودينا لاكياس لاورام، حتى الاورام الحميده للاسف في منطقه الوجه والفكين
هي اورام مدمره، ممكن ما تنتشرش في الجسم كله بس بتهد وبتقتحم المكان المحيط بها، فبرضه بينتج عنها للاسف تشوهات كبيره. فاحنا خلاص فهمنا وادركنا انه العالم كله تركيز منصب الى علاج اورام مناطق الوجه والفكين صعب ونتائجه سيئه وبتاثر على نفسيه المريض حتى اللي بيتعالج منه بيكمل. انما الحلول دايما هي في الوقايه. الوقايه في ايه بقى؟ في تطلع الوقايه منين؟ تطلع من اول حاجه منع الاسباب اللي احنا شرحناها. طيب احنا كمان عايزه اتكلم عن غسل الاسنان على وجه الخصوص واهميته، لانه احنا يعني يمكن انا يعني ما اعرفش بس ممكن بعض الناس بتتغاضى عن المرحله دي، تعملها زي سكيب كده او مره في اليوم بنغسل سناننا بس بالفرشه والمعجون وخلاص على كده. هل انا لما بتكلم على نظافه الاسنان بتكلم بس على استخدام الفرشه والمعجون، ولا بتكلم على الفلوس كمان؟ أيوة. بتكلم على المضمضه؟ بتكلم أيوة. على يعني حابين حضرتك توضح لنا ازاي احافظ على الهيجين او نظافه الفم من عدم استخدام طبعا اي انواع من التدخين، التنظيف المظبوط للفك للاسنان، احكي لنا نعمل ايه. طيب احنا برضو احنا هيحكمنا في النهايه اي التوصيات اللي عملتها مؤسسات عالميه كبيره. يعني الكلام ده يخص الاطفال في المقام الاول والكبار كمان معانا. الأسئلة الشائعة اللي بنسألها كل يوم، يعني هل تنظيف الأسنان مرة واحدة زي ما حضرتك ما تفضلتي؟ لا، تنظيف الأسنان احنا بنتكلم في 3 مرات، مرة بعد الفطار، مرة قبل النوم، ومرة في نص اليوم. طيب المعجون هيبقى فيه فلورايد ولا ما فيهوش؟ عشان يمكن القصة دي يبقى فيها لا، لازم النقاش ده حسم من سنين انه لازم الفلورايد ده أساسي. هنتكلم في تركيزات مختلفة، واحنا في مصر يعني عندنا هبة، عندنا نعمة انه مية النيل فيها نسبة من الفلورايد مخليانا مش محتاجين ناخد اقراط فلورايد زي ما بيحصل في بعض الدول في اوروبا مثلا. جميل. ان هم بياخدوا الفلورايد في اقراط تعويضا عن نقص في المية. انت عندك المشكلة دي درست في التسعينات في القصر العيني، ووزارة الصحة درستها وعملوا اللجان، وخلصنا بابحاث كثيره في كل حته في مصر ان احنا مش محتاجين فلورايد خارجي. فهيبقى فاضل لنا بس مهمه صغيره ان هي الفلورايد يبقى معكوس في معجون الاسنان. هنقول في الاطفال، في الكبار فرق التركيزات مش كبير، لكن الشرط ده مهم جدا. طب دكتور انا عايز اسال حضرتك، احنا عندنا كده ثقافه يعني ما بين المصريين ما بنحبش نروح لدكتور السنان، ودايما بنستنى كده لغايه اللحظه الاخيره، لغايه ما نحس بوجع جامد جدا فبنضطر نروح لدكتور السنان. شايف الثقافه دي ازاي؟ وهل مهم جدا المتابعه الدوريه مع طبيب الاسنان كل فتره؟ مش لازم احس بالم في اسناني قبل ما اروح؟ اكيد اكيد اكيد. طيب احنا برضو يعني احنا اثرنا موضوع يعني مهم وخطير، موضوع الاورام وسرطانات الفم والاسنان، وبعدين دلوقتي بنقول زياره الطبيب ده فعلا واحده من اهم طرق الوقايه. طب يبقى اذا احنا النهارده بنقول هنقعد نحكي للمريض اسباب ومشاكل ضخمه وكبيره؟ لا، هو خلاصه الامر لو المتابعه تمت زي ما الكتاب بيقول هيبقى انت عملت زي ايه، ما وقت الفتنه في مهدها. المتابعه دي بتكون يعني كل قد ايه يا فندم؟ كل قد ايه اروح لدكتور السنان؟ يعني بنقول في الاطفال اول زياره يجب الا تتاخر عن اول عام. ده اول قاعده. تاني نقطه، لما يكون معدل التسوس بتقديرك، ودي حاجه الدكتور بيحسبها، عالي عن رقم معين، يبقى الزياره كل 6 شهور. دكتور سريعا جدا، الاطفال اللي لسه عندهم سنه ونص بقينا بنشوف تسوس في اسنانهم، ده سببه ايه؟ سريعا بس جدا. ده التسوس المبكر اللي هو كان سابقا من كام سنه كانت الجامعات مسميه تسوس الاسنان الناتج عن الرضاعه. يعني ده ممكن بعدين هنفرد له يعني حديث شيق جدا. انما نقول للام توصيه سريعه عشان نلحق، هي في المرحله الخطيره دي عمر سنه وسنه ونص وسنتين، الطفل بيبقى في مرحله رضاعه او فطام بحاجات مش صحيه، فيها البان، فيها سكريات عاليه، عشان خاطر ينسى الرضاعه يبتدي يتحول الى الاكل السوليد او الهارد. فاحنا هنا بنعمل حاجه سيئه جدا، ان الطفل عشان خاطر يعني نراضيه فينام في بقه اللبن او الحاجه المسكره اللي هو بيحبها.
فايه مشكله النوم مع وجود لبن وسكر؟ دي كارثه. يعني انت الغدد اللعابيه كلها بتفصل افرازاتها، فهيحصل تسوس في اعنف صوره ممكن تشوفها في حياتك، مش هتشوفها في حد كبير، اللي هو التسوس المبكر ده. لو الطفل عنده 20 دقيقه سواتنا بدون مبالغه، 16 منهم ممكن يصلوا الى العصب في غضون شهور قليله. حل وعلاج هذه الحالات لما الامور بتفلت هو يعني بيبقى تاهيل وعلاج وحشوات تحت البنج الكلي. طب نمنع ده ازاي؟ اهم نصيحه سريعه، قبل الطفل ما ينام مامته بتمسح اسنانه بفرشه صباع، او الحل الارخص العملي اللي انا بفضله انه يعني تعملها بشاش مبلول. يبقى قبل ما ينام مسحت كل اللبن والسكريات، يبقى احنا كده ايه يعني حلينا المشكله دي برضو. بس وقتنا ميه وشاش مثلا، بس نمسح الاسنان. بالظبط، لانه هو في المرحله دي هو يعني اي حاجه يحطها فيها فلورايد او فيها حاجه من الحاجات بتاعت الكبار او الاطفال الاكبر سنا هيبلعها طبعا. فده مش مطلوب. فلذلك هي نصيحه واحده، هيرضع او هياكل هنمسح حتى لو راح في النوم، نقولها حتى لو راح في النوم بشاش مبلول وباستخدام مره واحده ونرميه، وبقى احسن حتى من فرشه الصباع. تمسح وتلمع كويس جدا 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 كل اسنانه، حتى لو بنقولها لو راح في النوم اعملي اللي تقدري عليه. واللي لسه سنينه ما طلعتش، الطفل اللي لسه بيسنن برضو يعني بتمسح اللثه. ما هو انت عارفه التسنين هيبدا من امتى؟ واحنا هنا ستارتنج من 6 شهور هو بيبتدي يسنن. لو اتاخر شهرين ثلاثه اربعه هتتكلم في 7 في 8 في 9 شهور، يعني ستيل برضو لسه الطفل ما بدأش حتى الفطام، يعني لسه لسه الرضاعه مكمله بكامل طاقتها يعني. فدي مواضيع كبيره ومواضيع مهمه يجب ان احنا فعلا نلتفت اليها يعني. بنشكرك طبعا دكتور محمود سعدون استشاري طب اسنان الاطفال، كل الشكر ليك على هذه المعلومات القيمه.